وكالة أنباء شيرخوا الصينية إن بكين صادقت على إجراء اختبارات بشرية على لقاحين تجريبيين لفيروس كورونا. تم تطوير هذين اللقاحين بالتعاون بين شركة سينوفاك بايوتيك ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية المملوكة للدولة. إلى ذلك سجلت بكين 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور عبد المنعم حميد استشاري أمراض الرئة والعناية المركزة. أهلا بك دكتور. بداية نبدأ من آخر التطورات المتعلقة باللقاحات. الصين تعطي الضوء الأخضر لتجريب لقاحين محتملين على متطوعين. ما الذي قد يميز هذه التجربة الصينية عن غيرها؟ صباح الخير، تحياتي لكم سيدتي والسادة المشاهدين. طبعا هاي هي المرحلة الثانية من تجربة اللقاح. بدأت المرحلة الأولى في 17 مارس عندما تم تجريب اللقاح على المتطوعين 108 أشخاص المتطوعين، والآن تأتي المرحلة الثانية. أحب أن أنوه أن أي لقاح يحتاج إلى فترة ويحتاج إلى 6 مراحل حتى يتم طرحه في الأسواق. نحن الآن حسب المعطيات الصينية في المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة نحن الآن في المرحلة الثانية منها في تجربة اللقاح على المتطوعين، ويأتي بعدها تجربة اللقاح على أكثر من 1000 شخص في المرحلة الثالثة. هذا يعني أننا نسير بسرعة متقدمة من أجل الوصول إلى هذا اللقاح. عند ثبات فعاليته على هؤلاء المرضى سيتم تجربته أيضا على مجموعة من المرضى الأكثر عرضة للإصابة 1000 شخص، ومن ثم تبدأ مرحلة التصنيع والطرح في الأسواق واختبارات الجودة. دكتور، سألت عن ما الذي يميز هذا اللقاح أو هذه التجارب عن سابقاتها بالنظر إلى أن العينة التي ستأخذ من مدينة ووهان. هل هذا يعني مؤشر على أن هناك يعني معطيات تملكها هذه المراكز للدراسات بالنظر إلى ربما انتشار الفيروس أكثر، نشأة الفيروس وكذلك طبيعة الأشخاص المتطوعين؟ طبعا هذا الاختبار جيد وممتاز حتى يكون في المدينه او في الجامعه في المدينه التي بدا منها انتشار الفيروس، ومن هنا سنحصل على نتائج وثيقه اكثر، والنتائج تكون جيده اكثر في التوصل للوقايه من هذا الفيروس. صحيح اننا نتكلم حاليا عن وجود ثلاثه سلالات الفيروس A و B و C، ولكن نبدا في السلاله التي خرجت من ووهان، وهذا سيكون له تاثير كبير طبعا على اعطاء مصداقيه لهذا اللقاح. طيب دكتور، الكثير من التجارب اعلن عنها اليوم، اعلنت المانيا عن تجارب، بريطانيا عن تجارب، ايضا روسيا، دول اخرى. لماذا قد تبدو مساله انتاج لقاح بعيده المدى بهذه الدرجه؟ طبعا اذا لاحظنا منظمه الصحه العالميه في الاسبوع المنصرم اعلنت عن وجود 45 دراسه للتوصل الى لقاح في شتى انحاء العالم، كما تفضلت في الصين، في اوروبا وفي امريكا. كما قلت قبل قليل بشكل موجز، مرحله الوصول الى لقاح تمر بستة مراحل. فيما سبق كنا نحتاج الى عده سنوات حتى لانتاج اللقاح، ولكن في مواجهة وباء كورونا نحن نسابق الزمن ونختصر المراحل من أجل الوصول إلى اللقاح. اختبار اللقاح لا يجب يبدأ بالتعرف على الفيروس ومن ثم عزله، ومن ثم إجراء تكاثر له في المختبرات، ومن ثم بدء المراحل التجربة قبل السريرية على الحيوانات، ومن ثم السريرية على الأشخاص، وهذا ما يحصل حاليا في الصين. دكتور باختصار، سؤال أخير. الكثير من الدول وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني صور بعض العقارات على أنها منقذة للبشرية، من بينها هيدروكسيكلوروكين. إلى أي مدى قد يبدو هذا العقار ناجعا في التعامل مع هذا الفيروس الخطير؟
طبعا الهيدروكسيكلوروكين بالمشاركه مع الازيثروميسين وربما مع الزنك او الفيتامينات ايضا هو الدواء الاكثر نجاعه الذي استخدمناه منذ بدايه داء الكورونا الفيروس. في مشفانا توجد لدينا نتائج جيده، اذا وهذا يتوافق مع الدراسات التي اجراها الفريق الطبي في مارسيليا وما صرح عنه نعم ترامب ايضا. تمت الدراسات على اعداد كبيره من المرضى وهذا يبشرنا بنتائج لكن واضحه ألا يعرض ورائعه. ألا يعرض هذا من تعافوا إلى ربما أن يلتقطوا الفيروس مرة أخرى باختصار؟ لا طبعا لا، ليس هناك علاقه لاستخدام الدواء كمعالجه الهيدروكسيكلوروكين لمعالجه داء الكورونا فيروس، ليس له اي علاقه بتعرض المرضى شكرا لاصابات جديده بعد العلاج. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد المنعم حميد استشاري أمراض الرئة والعناية المركزة، كنت معنا من باريس.